يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من انتهى إلى مذهب إلحادي يعد كافرا بمجرد الانتماء؟ نعم، من انتمى إلى مذهب كافر فهو كافر، فهو كافر. من انتمى إلى الكفر فهو كافر. وش بعد هذا؟ ما بعد هذا شيء. نعم، المسلم يتبرأ من دين المشركين ولا ينتمي إليه أبدا، يتبرأ منه. وش معنى الولاء والبراء إذا؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا ينتمي إلى دين الكفر ولا ينتسب إليه بعد إذ أنقذه الله منه، تبرأ منه. نعم.